السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ان شاء الله في فيديو النهاردة اللي هو استكمال لسلسلة البنادق الهوائية هنتكلم النهاردة عن شركة، هي شركة امريكية، هي شركة ستوجا. طبعا الشركة دي شركة امريكية ضمن مجموعة بينيلي، وهي تستثمر في صناعة الأسلحة وتتميز بالدقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. طبعا أول بندقية هنتكلم عنها من بنادق هذه الشركة هي F40. طبعا زي ما انتوا شايفين البندقية دي، طبعا الدبشك من الخشب، والدبشك كالمعتاد في نقوش دايما على الساعد والمقبض، وفي خدود وفي وسادة مطاطية لامتصاص الصدمات، والماسورة طبعا من الفولاذ مزودة بنشان أمامي من البلاستيك فسفوري ونشان خلفي قابل للتعديل كلية، والزناد على مرحلتين قابل للتعديل والأمان تلقائي، وهي ذات عتلة سفلية، وعندما يتم سحب العتلة في بكرة اللي هو بيت المقذوفة نفسه عبارة عن بكرة بتطلع لأعلى وتحط فيها الطلقة وتدوس عليها للأسفل ثانية. طيب ايه مواصفات البندقية دي؟ اولا البندقية دي تيجي في عيارين 4.5 ملي و5.5 ملي، سرعتها في 4.5 ملي 360 متر في الثانية، في 5.5 ملي 305 متر في الثانية، وزنها 3 كيلو و100 جرام، الطول الإجمالي 109 سنتي، طول الماسورة 42 سنتي، آلية الإطلاق سبرينج، صناع أمريكي، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، وسعرها 262 دولار. البنية الثانية اللي هنتكلم عليها بعد كده هي ستوجا A30. طبعا البندقية دي زي ما انتم شايفين في منها موديلات كتير جدا، في موديلات منها اللي هو سينتيتك اللي هي الياف صناعية، وفي موديلات منها اللي هي الخشب اللي هي الدبش بتاعها خشبي. طبعا زي ما انتم شايفين طبعا كالمعتاد الدبشك سواء كان خشب او سواء كان الياف صناعية هتلاقي دايما عليه زي بوز او نقوش على المقبض والساعد لاحكام المسكة للبندقية. تاني حاجة هتلاقوا فيه خدود، هتلاقوا فيه وسادة مطاطية لامتصاص الصدمات، الزيت قابل للتعديل على مرحلتين والأمان تلقائي، والماسورة مزودة بنشان أمامي من البلاستيك مزود بالألياف البصرية يعني فسفوري، ونشان خلفي قابل للتعديل كلية من البلاستيك أيضا. أما عن مواصفات البندقية دي يا جماعة فهي بتيجي في عيارين 4.5 ملي و5.5 ملي، سرعتها في 4.5 ملي 360 متر في الثانية، و5.5 ملي 305 متر في الثانية، وزنها 3 كيلو و200 جرام، الطول الإجمالي 108 سنتي، طول الماسورة 42 سنتي، آلية الإطلاق سبرينج، صناع أمريكي، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، وسعرها 200 دولار. أما البندقية اللي بعد كده يا جماعة فهي نفس الموديل لكن في اختلاف بسيط A30S2. الاختلاف البسيط بين البندقية دي والموديل اللي فات ان هي فيها نظام S2، ده نظام زي ثنائي كاتم بالصوت ثنائي المراحل، يعني يتكون من مرحلتين. طبعا زي ما انتم شايفين الدبشك كالمعتاد ده من الالياف الصناعية، برضو النقوش على المقبض والساعد، وكذلك هتلاقي اللي هو الخدود و الوسادة المطاطية اللي هي الممتصة للاهتزازات والارتدادات، وفي كمان الزناد على مرحلتين قبل التعديل والأمان تلقائي. هنا طبعا الماسورة ما فيهاش لا نشان أمامي ولا نشان خلفي، وهي شاودد بالكامل، وفيها النظام زي ما أنا قلت نظام ثنائي كاتم للصوت. وطبعا هنا أنت مع البندقية دي لازم تستخدم تلسكوب. طيب أما عن مواصفات البندقية دي
فهي طبعا قريبه جدا او شبه نفس مواصفات البندقيه اللي فاتت، بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانيه، و5.5 مللي 305 متر في الثانيه. وزنها 3 كيلو و200 جرام. الطول الاجمالي 108 سم، طول المسروق 42 سم. آلية الاطلاق نيترو بيستم. هنا بقى نيترو بيستم مش سبرينج. الصناعه امريكي. سعه المخزن طلقه واحده. الامان اوتوماتيك وسعرها $220. اما البندقيه اللي بعد كده يا جماعه فهي ستوجر اكس 3 وود. طبعا البندقيه دي زي ما انتم شايفين دي مخصصه للشباب، تتميز بدبشك خشبي مع خدود بسيطه ووساده مطاطيه ممتصه للاهتزازات. الزينات على مرحلتين والامان تلقائي، والمصوره مزوده بنشان امامي فيسبوي من البلاستيك، ونشان خلفي قابل للتعديل كليا. اما عن مواصفات البندقيه دي يا جماعه فهي بتيجي في عيار واحد 4.5 مللي. سرعتها بتبقى 170 متر في الثانيه. وزنها خفيفه جدا 2 كيلو و100 جرام. طولها 90 سنتي، قصيره. طول الماسوره 37 سنتي. آلية الاطلاق سبرينج. الطاقه بتاعتها 7 جول. صناعه امريكي. سعه المخزن طلقه واحده. الامان اوتوماتيك وسعرها $90. احنا زي ما قلنا البندقيه دي للشباب اكتر. طيب نيجي للبندقيه اللي بعد كده، ستوجر اكس 3 تاك او تاكتيكال يعني. طبعا البندقيه دي زي ما انتم شايفين هي شبه نفس المواصفات البندقيه اللي فاتت، لكن الخلاف الاساسي هو الدبشك بتاعها. هنا الدبشك من الالياف الصناعيه، والدبشك تاكتيكال. حتى لو بصيتوا هتلاقوا فيه طبعا خدود، وهتلاقوا فيه وساده مطاطيه لامتصاص الصدمات، وهتلاقوا كمان ان المقبض بتاعه بتاع البندقيه دي يا جماعه عامله زي المسدس بالظبط، زي مقبض المسدس بالظبط. وطبعا هنا هتلاقي فيها الامان طبعا تلقائي، هتلاقي فيها الزينات على مرحلتين، هتلاقي فيها نشان امامي فسفوري من البلاستيك، ونشان خلفي قابل للتعديل كليه. اما عن مواصفات البندقيه دي فهي زي البندقيه اللي فاتت، بتيجي في 1.5 مللي. سرعتها 170 متر في الثانيه. وزنها 2 كيلو و100 جرام. طولها الاجمالي 90 سنتي. طول الماسوره 37 سنتي. اليه الاطلاق سبرينج. صناعه امريكي. سعه المخزن طلقه واحده. الامان اوتوماتيك سعرها $70. نيجي البندقيه اللي بعد كده يا جماعه هي ستوجر اكس 5. طبعا ان دي اشكال الموديلات المختلفه من البندقيه. في موديلات اللي هي الدبشك من الخشب، وفي موديلات اللي هي الدبشك سينتيتك اللي هو ارياف صناعيه. طبعا البندقيه دي زي ما انتم شايفين زي ما احنا قلنا الدبشك فيه منها من الخشب وفي منها من الالياف الصناعيه. وكالمعتاد دايما الدبشك هتلاقي فيه حفره او فيه نقوش بسيطه جدا على المقبض والساعد، وهتلاقي كمان مزود بخدود ووساده مطاطيه لامتصاص الارتدادات والاهتزازات. والزينات على مرحلتين، والماسوره مزوده بنشان امامي وخلفي، نشان امامي ونشان خلفي قابل للتعديل، والامان تلقائي. وهي بندقيه متوسطه القوه. اما عن مواصفات هذه البندقيه فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 200 متر في الثانيه، و5.5 مللي 150 متر في الثانية. وزنها 2 كيلو 500 جرام. الطول الإجمالي 103 سنتي. طول المسورة 42 سنتي. آلية الإطلاق سبرينج. الصناعة أمريكي. سعة المخزن طلقة واحدة. الأمان أوتوماتيك وسعرها $120. أما البندقية اللي بعد كده يا جماعة فهي ستوجر إكس 10. طبعا برضو نفس الفكرة، دي أشكال الموديلات بتاعتها، الوود كومبو والوود والسينتيتك كومبو وسينتيتك. زي ما يعني الدبش زي ما احنا قلنا في منها خشبي وفي منها اللي هو الياف صناعيه. وكالمعتاد هتلاقي فيها خدود بسيطه جدا، وهتلاقي فيها وساده مطاطيه لامتصاص الصدمات. وزنات هنا قابل للتعديل على مرحلتين، والامان تلقائي. والماسوره مزوده كالمعتاد بنشان امامي من البلاستيك فسفوري، ونشان خلفي قابل للتعديل كلية. والبندقية دي قوية جدا، يعني احنا البندقية قبل كده كنا قلنا بندقية متوسطة القوة، البندقية دي مفرطة القوة، قوية جدا جدا. أما عن مواصفات البندقية دي يا جماعة
فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانية، 5.5 مللي 305 متر في الثانية، وزنها 3 كيلو و100 جرام، الطول الإجمالي 108 سنتي، طول المسرورة 42 سنتي، آلية الإطلاق سبرينج، صناع أمريكي، سعر المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، وسعرها $325. أما البندقية اللي بعد كده فهي ستوجر اكس 20. طبعا البندقية دي بتيجي في موديلين، موديل خشب وموديل الدبشك خشبي، وموديل تاني الدبشك من الألياف الصناعية. طبعا الدبشك عليه نقوش كالمعتاد في على المقبض والساعد، والدبشك مزود بخدود ووسادة مطاطية لامتصاص الارتدادات، وإذنات قابل للتعديل على مرحلتين، والماسورة مزودة بنشان أمامي من البلاستيك فسفوري، ونشان خلفي قابل للتعديل كلية، والأمان تلقائي. أما عن مواصفات هذه البندقية، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانية، و5.5 مللي 305 متر في الثانية، وزنها 3 كيلو و200 جرام، الطول الإجمالي 108 سنتي، طول الماسورة 42 سنتي. هنا آلية الإطلاق نيترو بيستم، وصناع أمريكي، وسعة المخزن طلقة واحدة، والأمان اوتوماتيك، والسعر $300. طبعا دي سلسله الاكس، يعني اكس 20، اكس 10، اكس 5. اما البندقيه اللي بعد كده يا جماعه هي ستوجر اكس 20 اس 2. خلاص احنا المفروض دلوقتي عرفنا بقى ايه الفرق بين اكس 20 والفرق بين اكس 20 اس 2. اس 2 على طول، يبقى دي على طول فيها كاتم صوت ثنائي المرحله، وما فيهاش اي نشان، لا نشان لا امامي ولا خلفي. طبعا نفس مواصفات البندقيه اللي فاتت، بس الفارق الوحيد ان هي ما فيهاش لا نشان لا امامي ولا نشان خلفي، وفيها نظام كاتم للصوت ثنائي المرحله، وكالمعتاد الوساده المطاطيه، الخدود، النقوش اللي على المقبض والساعد، الزناد اللي هو القابل للتعديل على مرحلتين، وكمان الامان تلقائي. اما عن المواصفات البندقيه دي، هي شبه نفس المواصفات، بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانية، 5.5 مللي 305 متر في الثانية، وزنها 3 كيلو و200 جرام، الطول الإجمالي 108 سنتي، طول المسرورة 42 سنتي، آلية الإطلاق سبرينج، صناع أمريكي، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، سعرها $100. طبعا لو لاحظتوا هتلاقوا اللي هو السلسلة اللي هي الإكس دي، ستوجر إكس، هتلاقيها دايما شبه نفس المواصفات. طيب نيجي الموديل بعد كده يا جماعة، هي ستوجر اكس 50، برضه بيجي منها وود خشب، وبيجي منها سينتيتك، وكالمعتاد دبشك من الخشب او من الالياف الصناعيه، عليه نقوش، في طبعا الامان على مرحلتين، قابل للتعديل على مرحلتين، وفي وسادة مطاطية وخدود، والامان تلقائي، وفي نشان امامي ونشان خلفي. اما عن مواصفات البندقيه دي يا جماعه، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. هنا البندقيه دي قويه جدا جدا جدا، سرعتها في 4.5 مللي حوالي 440 متر في الثانيه، 5.5 مللي 360 متر في الثانيه، وزنها 4 كيلو 100 جرام، تقيله شويه، الطول الاجمالي 127 سنتي، طويله شويه، طول المسرورة 49 سنتي، آلية الاطلاق سبرينج، صناعة أمريكي، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، سعرها $280. أما البندقية اللي بعد كده فهي ستوجر أتاك تي إس 2. طبعا دي الموديلات بتاعتها، طبعا إس 2 سوبريسو، طبعا فيها سايلانسر تكنولوجي، اللي هي نظام كاتم الصوت، نظام كاتم الصوت. زي ما انتم شايفين هنا في البندقية دي الدبشك، طبعا هنا من الألياف الصناعية، تكتيكي، به خدود، وبه وسادة مطاطية قابلة للإطالة، يعني ممكن الوسادة المطاطية الممتصة للصدمات دي ممكن نطولها على حسب راحتنا إحنا، نضيف لها بعض الحشوات، الزناد قابل للتعديل على المرحلتين، وهو بنظام تي 2، وبها نظام كاتم للصوت ثنائي المرحلة. اما عن مواصفات البندقيه دي يا جماعه، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانيه، 5.5 مللي 305 متر في الثانيه،
وزنها 3 كيلو و200 جرام، الطول الإجمالي 108 سم، طول المصفوفة 42، آلية الإطلاق نيترو بيستم، الصناعة أمريكي، سعة المخزن طبقة، وحيد الأمان أوتوماتيك، سعرها $500، طبعا مرتفعة، السعر بتاعها غالي نوعا ما. نيجي للبندقية اللي بعد كده، هي استوديو اس 3000 سي كومباكت. طبعا زي ما انتم شايفين دول الشكلين الموجودين، في اللي هو الياف صناعيه وفي اللي هو بالخشب. طبعا الدبشك زي ما احنا قلنا في الاثنين، طبعا هنا على نمط مونت كارلو. الدبشك طبعا فيه خدود وساده مطاطيه لامتصاص الصدمات، الزناد قابل للتعديل على المرحلتين، والمقبض والساعد عليهم بعض النقوش البسيطه، الماسوره مزوده بنشان امامي فسفوري ونشان خلفي قابل للتعديل كليا. اما عن مواصفات البندقيه دي، فهي بتيجي في عيار 1 4.5 ملي، سرعتها في 4.5 ملي 247 متر في الثانيه، وزنها 2 كيلو 300 جرام، الطول الاجمالي 102 سم، طول الماسوره 42 سم، اليه الاطلاق سبرينج، الصناعه امريكي، سعه المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، وسعرها من 100 ل $150 على حسب الموديل. طيب نيجي للبندقيه اللي بعد كده يا جماعه، هي استوجيا اس 4000 اي سيبرست. طبعا البندقيه دي زي ما انتم شايفين ده الجيل الثاني من البندقيه اللي هي البندقيه دي، اللي بتتميز بنظام كاتم الصوت اس سي. خلي بالكم كان في قبل كده اس 2، هنا نظام اس سي يعني نظام ثلاثي المراحل، نظام ثلاثي المراحل كاتم للصوت. ده بيجمع بين حواجز ومنظم للهواء، يعني ده عباره عن غرفه تخفيف الضغط وحواجز ومنظم كمان للهواء، كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل لزياده كتم صوت البندقيه، وده يعد الكاتم الاول في الصوت يعني من نوعه في العالم. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في نشان قابل للتعديل، حتى النشان الامامي خلي بالكم قابل للتعديل، يعني انت ممكن تشيل هتلاقي فيه فسفوره كده، دي ممكن تتشال وتحط اللون اللي انت عايزه، في لون اصفر، في لون برتقالي. الماسوره بتاعتها شاودد بالكامل، هتلاقوا فيها هتلاقوا هنا في المقابض، المقبض والساعد، ممكن تشيل تفك الحشوات دي وتغيرها. الزناد قابل للتعديل على مرحلتين، في خدود، في وساده مطاطيه قابله، وساده مطاطيه ممتصه للصدمات والاعتدادات، النشان الخلفي قابل للتعديل كليه. طيب اما البندقيه مواصفاتها ايه؟ هي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، السرعه في 4.5 مللي 360 متر في الثانيه، 5.5 مللي 305 متر في الثانيه، وزنها 3 كيلو 200 جرام، الطول الاجمالي 112 سم، طول الماسوره 33 سم، اليه الاطلاق نيترو بيستم، صناعه امريكي، سعه المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، وسعرها من $150 ل $200 على حسب الموديل. نيجي للبندقيه اللي بعد كده، اس 6000 اي اندر ليفر. اندر ليفر يعني بندقيه ذات عتله سفليه، بندقيه ذات عتله سفليه زي ما انتم شايفين في عتله سفليه. هنا الدبشك من السنتيتك من الالياف الصناعيه، الزناد قابل للتعديل على المرحلتين، في خدود وساده مطاطيه لامتصاص الصدمات، في نشان امامي فسفوري ونشان خلفي قابل للتعديل كليته، والامان تلقائي. اما عن المواصفات البندقيه دي، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي، سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانيه، وفي 5.5 مللي 305 متر في الثانيه، وزنها تقريبي 3 كيلو 550 جرام، طولها الاجمالي برضه تقريبي 125 سم، الطول الاجمالي 125 سم، طول الماسوره 40 سم، اليه الاطلاق نيترو بيستم، الصناعه امريكي، سعه المخزن طلقه واحدة، الأمان أوتوماتيك، سعرها يتراوح بين $200 ل$230 على حسب الموديل. نيجي البندقية بعد كده يا جماعة، هي استوجر اس 8000 اي تاكتيكال سيبرست. طبعا البندقية دي زي ما انتم شايفين الدبشك تكتيكي من الألياف الصناعية، مزود ب في طبعا في كالمعتاد في في نقوش على المقبض وعلى الساعد، كمان في الخدود قابله للتعديل، يعني ممكن ترفع الخدود دي على حسب راحتك انت، كمان في الوساده المطاطيه قابله للتعديل دي لامتصاص الصدمات، دي ممكن انت تضيف عليها حشوات تطول
او ما تطولهاش زي ما انت عايز على حسب راحتك انت. طبعا الماسوره شاودت بالكامل، طبعا دي فيها نظام كاتم للصوت، الزناد قابل للتعديل على مرحلتين، والامان تلقائي. اما عن المواصفات البندقيه دي يا جماعه، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. السرعه في 4.5 مللي 360 متر في الثانيه، 5.5 مللي 305 متر في الثانيه، وزنها حوالي 4 كيلو. الطول الاجمالي 109 سم، طول الماسوره 33 سم. آلية الاطلاق نيترو بيستم، الصناعه امريكي، سعر المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، سعرها $250. نيجي البندقية اللي بعد كده، هنا استوجر ار اكس 20 تاك. طبعا دي احدث بقى ايه، احدث صيحه او احدث بنادق في استوجر عامه. هنا لو بصيت طبعا البندقية تحفه، الديب شيك عباره عن تحفه فنيه. اولا الديب شيك من سينتيتك، من الالياف الصناعيه، هتلاقوا فيه هنا المقبض والساعد قابل للتغيير. يعني انا ممكن اغير في حشوات كده محطوطه في المقبض او الساعد، واغيرها واحط اللون اللي انا عايزه. تاني حاجة الزينات قابل للتعديل على مرحلتين، كمان في خدود، الخدود قابلة للتعديل يعني ممكن أرفعها. كمان الوسادة المطاطية قابلة للإطالة، ممكن أحوش منها حشوات أو أضيف لها حشوات زي ما أنا عايز. هنا الأمان طبعا تلقائي، والماسورة زي ما أنا قلت شاودد بالكامل. أما عن مواصفات، يعني هنا حتى لو بصيت في الصور اللي من تحت هتلاقي الكلام اللي بقوله، انت ممكن تغير المقبض والساعد، هتحط اللون انت عايزه. ادي الخدود قابله للارتفاع، ادي الزينات قابله للتعديل على مرحلتين، الامان تلقائي، الوساده المطاطيه ممكن ان انت تزودها او تقصرها زي ما انت عايز. اما على المواصفات البندقيه دي يا جماعه، فبتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 360 متر، وفي 5.5 مللي 305 متر في الثانية، وزنها 3 كيلو، الطول الإجمالي 112 سم، طول الماسورة 46 سم. آلية الإطلاق في منها سبيرنج وفي منها نيترو بيستم، الصناعة أمريكي، سعر المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، وسعرها $320. طيب الموديل اللي بعد كده هي ستوجر RX40، هي نفس الموديل بس بدل 20 بقت هنا إيه 40. ده كان شراودد، لكن هنا لا مش شراودد. دي طبعا الالوان اللي موجوده منها اللي هي البلاك كومبو، بلاك وود كومبو وود. طبعا زي ما انتم شايفين ادي هنا هنا عتله سفليه، عتله سفليه. طبعا هنا كمان في البندقيه دي ممكن تغير المقبض والساعد، تحط اللون اللي انت عايزه. في خدود، في هنا وساده مطاطيه، في الامتصاص الصدمات، في كمان الماسوره مزوده بنشان امامي فسفوري من بلاستيك، ونشان خلفي قابل للتعديل كليه، والزينات قابل للتعديل على مرحلتين، والامان يدوي. اما عن المواصفات البندقيه دي يا جماعه، فهي بتيجي في عيار واحد 4.5 مللي، سرعته 360 متر في الثانيه، وزنها 3 كيلو، الطول الاجمالي 109 سم، طول الماسوره 42 سم. آلية الاطلاق بيجي منها سبرينج وبيجي منها نيترو بيستم، صناعه امريكي، سعه المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، وسعرها $320. اما البندقيه اللي بعد كده فهي ستوجر ار اكس 20 سبورت، نفس الموديل هو ار اكس بس هنا 20 سبورت. طبعا زي ما انتم شايفين الفرق هنا برضو ان هنا هي نفس المواصفات الموديل اللي فاتت، بس هنا لو لاحظتوا هتلاقوا دي الاشكال اللي بتيجي منها، بتيجي منها بلاك كومبو وبلاك وود كومبو وود، جراي كومبو، جراي جرين كومبو وجرين، كل دي الاشكال اللي بتيجي من البندقيه دي. طبعا هنا هي نفس مواصفات الموديل اللي فاتت، بس الفارق هنا ان انت هتلاقي ان الماسوره شاودد بالكامل، هو ده الفرق الوحيد. وكمان هتلاقي ان النشال الامامي قابل للتعديل، انت ممكن تحوش النشال الامامي تفكه وتغير، عايز تحط فسفوره لونها اورانج، عايز تحط فسفوره لونها اصفر زي ما انت عايز. اما عن المواصفات البندقيه دي فهي مقاربه طبعا بدل اللي فاتت، هي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 360 متر في الثانيه، 5.5 مللي 305 متر في الثانيه، وزنها 3 كيلو، الطول الاجمالي 112 سم، طول الماسوره 46 سم. آلية الاطلاق سبرينج او نيترو بيستم، صناعه امريكي، سعه المخزن طلقه واحده، الامان اوتوماتيك، وسعرها $332. اما الموديل بعد كده فهي ستوجر ار اكس 5، دي برضه الاشكال اللي هي بتيجي فيها البندقيه دي او الموديل ده. طبعا الموديل ده زي الموديلات اللي فاتت كلها، زي ما احنا قلنا سينتيتك، الياف صناعيه، الدبشك،
فيها المقبض والساعد عليه النقوش، هنا بقى ما بيتفكش. في خدود وفي وسادة مطاطية لامتصاص الصدمات، في نشان أمامي فسفوري، نشان خلفي قابل للتعديل كليا، وزناد قابل للتعديل على المرحلتين، والأمان أوتوماتيك. أما عن المواصفات البندقية دي يا جماعة، فهي بتيجي في عيارين 4.5 مللي و5.5 مللي. سرعتها في 4.5 مللي 245 متر، وفي 5.5 مللي 200 متر تقريبا. وزنها 2 كيلو و400 جرام. الطول الإجمالي 103 سنتي، طول المسورة 42 سنتي. آلية الإطلاق سبرينج، صناعة أمريكي، سعة المخزن طلقة واحدة، الأمان أوتوماتيك، وسعرها $154. طبعا في نهاية الفيديو ده أتمنى إن أنا أكون أفدتكم، وأتمنى منكم إن أنتوا لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وتعملوا شير علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.